ودائما كنذكروا كنخموا كيفاش نحافظوا على حروف الزين ديالنا. تيقول لك الزين كيمشي وحروفه تيبقاو. باش يبقاو حروفه تيخصنا من الاساس نكونوا تنحافظوا على نفوسنا ومستمعاتنا ومستمعينا. دائما الانسان يكون كينتبه وتيعرف شنو تيدير من مستحضرات خصوصا, وهذا هو موضوعنا اليوم معكم. صباح الخير ساره. صباح النور للا حليمة. صباح النور وصباح الأنوار, سعيدة بتواصل معك مرة أخرى. الله يبارك فيك, شكرا شرف لي. اليوم غنتكلموا على الفيتامين سي ك يعني فيتامين موجود في مجموعة دي المستحضرات التجميلية الطبية سارة, واللي بطبيعة الحال حنا تنعرفوا الفيتامين سي عندها يعني واحد دور كبير على البشرة, على تفتيح اللون إلى غير ذلك. فاليوم بغينا نتعلموا معك سارة كيفاش نتقيوا المستحضرات ديالنا اللي كيحملوا الفيتامين سي, وكيفاش ممكن تكون أكثر فعالية على البشرة ديالنا. نعم حليمة, فلا فيتامين سي كيمكن لها تواجد في لا فورم ديال لا فيتامين سي بور خالصة اللي هي لاسيد اسكوربيك, او يمكن لها تكون حتى في لا فورم ستابيليزي. دونك نفسروا الفرق بيناتهم باش تضح لنا الصوره. دونك لا فورم بور ديال لا فيتامين سي كتكون في واحد البي اش حامض بزاف, باش تكون عندنا واحد الفكره. البي اش اللي تكون فيه اكتيف هاد لا فيتامين سي بور كيكون تقريبا 3.5. انا غادي نسجل معاك باش منين نمشي نشري هادشي نتفكرك انا والمستمعات. مرحبا. والبي اش ديال البشره ديالنا كيكون تقريبا 1.5. دونك هاد 3.5 فريمون حامضه بزاف على لا بو ديالنا. شنو كيوقع لهاد لا فيتامين سي بور؟ هي الي افيكاس صحيح, ولكن بما انها البي اش ديالها فاش مصنوعه وفاش هي افيكاس كيكون حامض بزاف, كتكون مهيجه كتهيج بزاف لي بو. دونك ماشي كاملين ماشي اي بشره يمكن لها تستافد بها. مثلا الا كانت البشره غير واحد شويه سنسيبل او لا دارت شي برودوي ايريتان كتستعملوه مثلا لي زاسيد او الريتينول, ما غاديش يمكن لها تقبلها وغادي تهيجها. دونك دابا شنو لي لابوراتوار ولاو يديروا؟ ولاو يديروا واحد لا فورم ستابيليزي اللي هي اكثر ثباتا. وشنو كتعني لا فورم ستابيليزي؟ مثلا غادي نلقاو لا فيتامين اون فيتامين سي ستابيليزي مثلا 20%. هاد 20% شنو كتعني؟ كتعني ان خدا واحد البورسنتاج قليل مثلا 5% ديال لا فيتامين سي بور, يعني ما وصلوش حتى ل 20% ياك, وزادوا معاها واحد البورسنتاج ديال واحد المشتق ديال الفيتامين سي. بحال دار واحد المزيج ما بين فيتامين سي بور في واحد التركيز قليل, وزادوا معاها اون فيتامين سي مشتق ديال فيتامين سي مثلا الايثيل اسكوربيك اسيد, صادح انه فعال جدا غير في 2% ديالو بلا ما نوصلوا ل 20%. وهاد لي فورم ستابيليزي ما يعنيش انها بلاك, صادح علميا انها اكثر فعاليه من لا فيتامين سي بور. دونك دي فوا حنايا كنبغيو نمشيو لي كونسونطراسيون كنقولوا شحال ما كان التركيز عالي شحال ما غادي نستافد, شحال ما كانت الاستفاده اكبر الفعالية اكثر, ولكن ماشي دائما صحيح. لان الا كانت التركيز عالي واخا يكون عالي, ولكن في نفس الوقت غادي يهيج البشره وما غاديش تقدري يمكن تستعمليه كل يوم, او لا غادي يهيج البشره ويمكن لكاع توقفيه, يعني هذا الخدوي كيتلاح كاريمون. دونك دونك في لا فيتامين سي من الاحسن نختاروا دي فيتامين سي ستابيليز, ونأكد ان فيتامين سي ستابيليز زعما ما كتعنيش انها ماشي فعاله, بالعكس. واخا هاد الفيتامين فيتامين سي اللي تكلمتي عليه الان, واش هو اللي مثلا تلقاو عباره عن سيروم تيقول لك مثلا ان سيروم فيتامين سي, واش مثلا من هاد الفئه وهاد العينه؟
تماما كيكون يقدر يكون في سيروم سيروم كونت غوت، يعني كيكون واحد الفلاكون كبير وكل ما بغينا كناخذو منه واحد شويه اولا كيكون على شكل امبول بحال هذوك لي زامبول اللي كنشربوهم مثلا في الدواء ديالنا، ولكن كيكون هذاك نورمالمون كيكون فيتامين سي بور. علاش؟ لان لا فيتامين سي عاوتاني عندها واحد الخاصيه ديالها كتكسد رابيدمون اون فوا كتلاقى مع الضوء والهواء او كونتاكت دو لا لوميير او دو لا كتكسد اون فوا كتكسد ما كتبقاش فعاله. طيب ولكن منين كان يعني منين كان نابليكيو هاد لا فيتامين سي او لو سيروم يعني ما كاينش اشكال، يعني ديك الساعه ممكن الانسان يديرو بكل اريحيه. لا إذا كانت لا فيتامين سي لا حليمة إذا كانت لا فيتامين سي إكسدات ما كتبقاش صالحة لا ومن الأحسن ما نستعملوهاش لأن غادي توسخنا المسام ديالنا، هذوك المسام كتأكوميلا فيهم وكيبداو يبانو بحال مسخن بحال عندنا لي بوان نوار كيرجعوا فحل. باقي عندي سؤال هنا في هذه النقطه الا سمحتي بالنسبه لي غوت ماشي لي غوت هادو لي زامبول كما تنقولوا لي زامبول يعني كتعرفي بان في بعض الاحيان ديك لامبول ممكن تقسميها على جوج، فهنا ملي تقسمي ديك لامبول على جوج واش خاص نحتفظوا بها مثلا في مكان او في درجه حراره اللي هي بارده مثلا الثلاجه اولا ممكن يعني نخليوها ونستعملوها لغد ليه او لا نهاريه نهار لا؟ سؤال ممتاز للا حليمة، لان دي فوا كان قابلي سيدة كتاخد اون امبول وكتخليها سيمانة كاملة محلولة فهذا ما يمكنش لان هذيك لفيتامين سي كتكسد سورتو الى مادام جات في لو فورما امبول عرفيها انها الى بقات اكثر من 48 ساعة غادي تكسد 48 ساعة. وكيفاش نحتفظ بها؟ دونك كنحل لامبول كنستعملها مثلا حليتها هذا الصباح كنستعملها هذا الصباح وكنسدها لان غالبا ما كتجي لامبول مع ان بوشون اللي كيسدها ونستعمل لوتر مواتي لا غدا ليه مع الصباح ولكن ما يمكنش نفتح اون امبول مثلا الاثنين ونبقى نستعمل فيها كل نهار واحد شوية واحد شوية نوصل بها حتى للسبت دونك هذيك لا فيتامين سي تبقى لي نهار السبت راه ما صالحاش ما صالحاش مي اون بلوس غادي تسخلي المسام ديالي ما درنش في لابول زعما ما غادي دير لا تهيج لا والو ولكن ما غاديش تفيدني وغادي تسخلي المسام ولا وسخات المسام ما يعجبش السيده الحال لان يبداو يبانوا لها لي بوغ ديالها بحال فيها لي بوان نوار حنا كنعرفوا بلي لي بوان نوار حتى واحد ما كيبغي طبيعه الحال دونك من الاحسن لا فيتامين سي اللي تكون في لي زامبول تستعمل ماكسيموم 48 ساعه ولا ما استعملناهاش من الاحسن نلوحوها اولا كاينين لي فيتامين سي اللي في لي فلاكون داك الكونت غوت اللي كل مره كنستعمل منه شويه هادو كيكونوا دي فيتامين سي ستابيليزي يعني ما كيتكسدوش بزاف كيما لا فيتامين سي بيور ولكن شكون اللي اكثر فعاليه ساره؟ هذاك الشيء اللي كنا نقولوا قبيله زعما ماشي ضروري تكون لا فيتامين سي بيور باش تكون اكثر فعاليه يمكن له يكون في الكونت غوت والا كانت ستابيليزي حتى هي غادي تكون فعاله. طيب ممتاز انا تنحاول نسول اسئله اللي ممكن اي واحد يعني يطرحها على لا فيتامين سي خصوصا هذا الفيتامين لان تنستعملوه بزاف وكنشريوه بزاف ساره تماما لانه فيتامين سي عنده الفوائد بزاف. سمحي لي لاله حليمه غير واحد الاشاره كنا نهضروا على لا ستابيليتي ولوكسيداسيون كاينين دي فوا لي فيتامين سي اللي كيجيو في البو في لا كريم كاينين في لي سيروم ولا في اون كريم هذوك لي بو اللي كيكونوا اون في لي كريم صراحه انا جو سوي ان بو كونتر علاش لان هذاك البو كيبدا يتحل وكنبدا ندير فيه يدي واخا ندير اون سباتول وكنحلو بزاف دونك من الاحسن يكون في الكونت غوت على نفس الشيء اللي كنا نقولوا لانها كيتأكسد تماما وهذه ملاحظه مهمه مشكوره عليها لان حتى طريقه احتفاظنا لهاد المواد ساره كيبقى من المهم جدا مهم جدا كنت تسولتيني عليه دونك لي برودوي جينيرالمون كوزميتيك ولا فيتامين سي ما نخليهمش في لا سال دو با سورتو الا كنت كندوش فيها
لان غادي ندوش غادي تكون ديك لا فابور دو تبدل درجه الحراره ديال لا سال دو با. من الاحسن نديرها في شي مجر عندي في لاكوافيز ديالي يكون بعيد على الضو, ما يكونش حدا شي سرجم اللي تبقى يضرب فيه الضو طول لا جورني نهار كامل. نعم, سؤال ساره, هاد لا فيتامين سي سواء كانت عباره على سيروم او لا على امبول الى غير ذلك, واش كاينه واحد الفتره معينه للاستعمال؟ يعني واش مثلا نقدروا نستعملوا الفيتامين سي بشكل يومي 15 يوم شهر, او ممكن نستعملوها يعني دائما بدون اي اشكال الى جانب طبيعه الحال الترطيب والمستحضرات الاخرى؟ لا ما كاين مشكل, يمكن لي نستعمل لا فيتامين سي شحال ما بغيت, يعني ما كاينش واحد الوقت مثلا ديريها 3 شهور او لا شهر ومن بعد لابو ديالك مثلا ترتاح ولا حيت هذه كانت محافظه. تماما لا ما كاين مشكل. بغيت دي فوا مثلا لي زامبول الا كان فورما امبول وبغيت نديرو مثلا غير دو فوا بار سيمين ما كان مشكل, ولا 4 فوا نحل مثلا اون امبول نستعملها 2 و3 ومن بعد لوتر امبول ما نعاود نديرها حتى الجمعه السبت او لا لا سيمين دابري, ما كان حتى شي مشكل وما عندهاش اون بيريود ديتيرميني زعما لا ما ضرنيش لا ما حدني محتاجها وبغيت نستعملها راه ممكن نستعملوها. علاش سولتك سارة؟ لأن بزاف ديال الناس يقول لك مثلا مستحضر معين إلا استعملناه أكثر من شهر شهرين ما تيبقاش يعطي نفس الفعالية وما تيبقاش عنده نفس التأثير على البشرة, بحالو بحال مثلا لي شامبوان إلى غير ذلك, تيخص كل واحد المدة أو فترة زمنية معينة تبدلي لا مارك أو الاستعمال ديالك لواحد الماركة معينة. ودي فوا لا حليمه كيقولوا حتى لا بو كتوالف هذاك لو برودوي. ايوه ماشي لا بو اللي كتوالف ماشي لا بو اللي كتولف هذاك لو برودوي او لا خصني نبدلو, مي لي بوزوان ديال لا بو ديالي هما اللي كيتبدلوا. مثلا انا دابا في المشتى دابا غادي يجي فصل الشتاء نبدا ندير لا فيتامين سي, عندي واحد لي بوزوان معينين. من بعد الا فاش غادي يجي الصيف لا بو ديالي غادي تبدل حيت كتكون الحرارة أكثر, كتكون الهوميديتي أكثر بالنسبة للناس اللي ساكنين على جنب البحر. دونك لي بوزوان ديال لابو ديالي هما اللي كيتبدلوا. بحال الكاردغوب ديالي في المشتى غادي ندير لي مونطو ولي بول, وفي الصيف غادي ندير شي حاجة بلو خفيفة ولا دي تيشيرت ولا. دونك لي بوزوان ديالها اللي غادي يتبدلوا. فاش غادي يكون لو بوزوان أنني بغيت مثلا ما هضرناش على المزايا ديالها ولكن مثلا سيبوزون بغيت داك ليكلا ديال لا فيتامين سي او لا بغيت عندها ان اف دي بيغمنت ولا شي حاجه يمكن لي نستعملها. من بعد الا بغيت نبدل ما كان مشكل, حيت دفا زعما لا بو ما كانت هذه ني ديفو, هذه فكره خاطئه, فكره من الافكار الشائعه المغلوطه. نعم تاميت. دونك البشره بشرة ما كتعودش على ان برودوي, لي بوزوان ديال البشرة ديالي هما اللي كيتبدلوا, البوزوان ديالي هما اللي كيتبدلوا. غير حنا اللي غنتعودوا عليك سارة انك تكوني معنا في البرنامج, ومرحبا بك في اي وقت. الله يكبر بك. شكرا الله يكبر. شكرا جزيلا لك سارة بن عدل, صيدلانية واخصائية في مواد جميل الطبية, كنت مباشرة معنا من بركان. صباحك مبروك.